أبصر مهرجان كان السينمائي النور في 20 سبتمبر من العام 1946 في أول قصر للمهرجانات شيد خصيصاً لهذه المناسبة. وبات المهرجان منذ ذلك الحين حدثاً دولياً سنوياً باستثناء العامين 1948 و1950، وقد أطلق بالأساس لمنافسة مهرجان البندقية السينمائي. وما لبث أن أصبح مهرجان كان حدثاً رفيع المستوى بفضل توافد نجوم الشاشة الكبيرة من أقطاب العالم وأعداد الصحفيين الذي من فك يتنامى. وشيد قصر جديد للمهرجانات عام 1979 ليواكب مهرجاناً اكتسب نجاحاً متزايداً مع مر السنين. ويقع القصر العصري الذي يطلق عليه اسم ذا بانكر والمؤلف من 6 طوابق على الواجهة البحرية، وقد افتتح عام 1982 وتم توسيعه عام 1999. وقصر المهرجانات هو قلب الحدث الذي يدوم 12 يوماً، فيجتاز النجوم 24 درجة يطلق عليها اسم درجات المجد، ويتوقفون على السجادة الحمراء أمام أضواء عدسات مئات المصورين الحاضرين والقنوات التلفزيونية. من ثم يتوجه النجوم إلى قاعة الويلوميير الضخمة المجهزة ب2300 مقعد، ففي هذه الصالة يجري حفل افتتاح المهرجان وختامه. وتشهد الصالة عرضين رسميين كل ليلة طيلة أيام المهرجان، يشارك فيها مدعوون يراعون تماماً كالصحافيين الموجودين على السجادة الحمراء قواعد اللباس الصارمة. وفي هذه الصالة أيضاً تمنح السعفة الذهبية إلى أفضل مخرج في المنافسة الرسمية. وتقام في الطابق السفلي سوق الفيلم المعروفة بالفرنسية باسم مارشي دو فيلم، وهو فرصة لمحترفي عالم السينما لاكتشاف آلاف الأفلام الجديدة وعقد صفقات بيع وشراء لهذه الأفلام أو لمشاريع أخرى. ويجري عرض أفلام في الهواء الطلق على الشواطئ على طول الواجهة البحرية لكل من لم تسنح له فرصة دخول البنكر.